لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوف معكم كتابه موضوع. يعني بزاف طلبوا مني كتابه هكا بستيلو كيفاش يتكتب موضوع فلسفي يعني المنهجيه. هذه واحد النموذج ديال الكتابه ديال واحد التلميذه في ماده ديال الفلسفه في هنايا في النص، هنا في منهجية النص. المنهجية النص خاصها تمشي على هذه الطريقة هذه كيف كتبها هذه التلميذة. المنهجية كنقول لكم المنهجية يعني بهذه الطريقة هذه خاصكم تكتبوا. بالنسبة لهذا الامتحان اللي حلات وخدمات هذه التلميذة هو امتحان وطني ديال 2017، غتلقاوه بالنسبة للشعبة ديال الأدب والعلوم الإنسانية هي خدمة النص. غتلقاو الامتحان في آخر الفيديو، غنحطو لكم اللي بغى يخدمو فيه سؤال وفيه قولة وفيه النص والخدمات اللي بغى يرجع ليه وبيتأكد من هادوك المفاهيم اللي طرحات وكيفاش جبدات هادوك الحجاج، واش فعلا كاين هادوك الحجاج. يشوفوا يعني يكون هذا صحيح قدامكم، غتشوفوا يعني الناس اللي باقين ما خدموش موضوع، هذه فرصة انكم خدموا هذا الموضوع هذا ورجعوا شوفوا الأجوبة كيف خاصكم تجاوبوا. هنا بدات بالتمهيد. التمهيد هنا شويه هي كثرات فيه، كان يعني التمهيد غير جوج سطوره كافيين. كذا كتهضروا على المجال ديال اللي عندكم ديال هذاك النص. هنا المجال هو الوضع البشري، هنا موضوع النص هو الشخص، ولكن هنا انا كنفضل هنا يعالج مفهوم الشخص، ما تكتبوش موضوع مفهوم. وهنا القضيه، من بعد المفهوم كديروا القضيه او المحور. هنا اللي غنقولوا الموضوع اللي هو الشخص هو الهوية هنا. وكدير واحد ضروري خاصكم تشرحوا هاد الاشكال اللي هو الشخص والهوية، نشرحوه. ما تكتبوش غير قضية مثلا قضية يعالجوا قضية الشخص والهوية ودوزوا الاسئلة، ضروري ما تشرحوهم. وهذه راها بحال كديروا شي مفارقة، هذه راها في طريقة راها هي راها نورمالمون ضروري الموضوع ما عنده مفارقة. النص نقولوا ما كيناش لي مفارقة، ولكن الموضوع في حد ذاته راه فيه مفارقة وضروري ما تطرح، حيت هي اللي كتحلوا بها وتناقشوا بها. هنا في الإطار المرجعي يعني ما ديروش بصريح العبارة، خاصكم ديروا مفارقة كيف في السؤال، يعني في القولة وفي النص ما ديرلكمش بصريح العبارة، خاصكم ديروا مفارقة. ولكن راه الموضوع بحد ذاته راه فيه مفارقة، وما يمكنش هما الإشكال دايرين عليه جوج نقاط، ما يمكنش هاد الإشكال اللي هو القضية يعطيوكم جوج نقاط غير على هاد الشخص والهوية، يعني غير كتكتبوا ليهم مثلا هنايا قيمة الشخص أو الشخص بين الضرورة والحرية ويعطيكم جوج نقاط، ضروري ما تشرحوها وضروري ما تبينوا تقابل وما تبينوا وجهة النظر فيه، يعني كتحاولوا تشرحوا هذيك القضية شنو كاين، حيت من خلال هذا الشرح ديالكم كديروا الأسئلة الموجهة. ما يمكنش تجيبوا الأسئلة الموجهة منين جبتوهم، ضروري ما تشرحوا باش تدخلوا لهاد الأسئلة الموجهة كيف دايرة هاد التلميذة هادي. وكتبداو بالمفاهيم، ما الشخص ما الهوية، عندكم حتى ثلاثة المفاهيم كتحطوهم كتبداو بيهم، عاد كطرحوا السؤال اللي نتوما ما اساس الهويه الشخصيه. هنا كنشرح كنقولوا اشنو هو الاساس ديال هذه الهويه الشخصيه. هنا هو مادي جسدي ام فكري عقلي ام شيء اخر. هنا كنشوفوا كنطرحوا اشكاليه اخرى من خلال هذه الهويه هذه، يعني كطرحوا سؤال في المفاهيم وكديروا سؤال في يعني في مثلا سؤال اللي غتحللوا به وسؤال اللي نتوما غتناقشوا به. والاسئله كطرح بهذه الطريقه هذه وتكتبوها بلون مغاير، يعني سؤال من وراء سؤال، وما بين المقدمه والتحليل كتخليو واحد لاسباس باش كتبينوا لهذاك المصحح ها انت راه حنا نقزنا، يعني دزنا لمرحله اخرى اللي هي التحليل. هنا بدات هي بالاطروحه، يمكن تبداو بالمفاهيم ماشي يعني ماشي اشكال، بحال غير بينوا. الا بديتوا بالاطروحه بينوها كي دارت هيايا، بدات بالاطروحه وشرحتها، من بعد جات المفاهيم. كيف قلت لكم يمكن لكم تبداو بالمفاهيم وهاد المفاهيم تشرحوهم، شرحوا المفاهيم على داكشي اللي عندكم، يعني كيف شرحهم صاحب النص وتبينوا العلاقه ما بين المفاهيم. شوفوا انتم درت فقره في الاطروحه ودرت فقره في المفاهيم والعلاقه بينهما، هكذا غتكتبوا في ورقه الامتحان. الله يجزيكم بخير.
ما تكتبوش موضوع يعني شي مخلط مع شي. من بعد جات هنايا طرقت الافكار، هنا الافكار طرقت الافكار وميم طون يعني في نفس الوقت الحجاج، الاساليب الحجاجيه هنا دارت لتدعيم اطروحاته وظف هذا النص جمله من الاساليب الحجاجيه والافكار الاساسيه، وظف جمله من الاساليب الحجاجيه لشرح الافكار الاساسيه هنا نورمالمون خاصها تكون ولا لتبيان هذه يعني الاطروحه ديالو باش يشرح لنا هذوك الاطروحه ديالو باش يعطيها واحد الحجاج وظف واحد الاساليب. حيث لجأ صاحب النص الى حجة التأكيد حيث اكد في فقرته الاولى، ونقول اشنو اكد في فقرته الثانية، مات عندنا واحد المثال، عطى واحد المثال وشرحاته في فقرة ثالثة واخيرة، دحض اطروحة التي ربطت المهم وشرحات اشنو الحجة اللي كينا هنا كين ضحت وكين المقارنة شرحتهم اهدرت عليهم. من بعد غتجي مني كتكملوا الافكار مع الحجاج، يعني الطريقه هذه مزيانه صراحه انكم تديروا الافكار وديروا الحجاج في نفس الوقت، اللي هو شاف راسو غيبدا يخربق يدير الافكار بوحدهم ومباشره من وراهم يدير الحجاج اللي اعتمد هذاك يعني هذاك صاحب النص، مثلا المقارنه المثال اسلوب الاستشهاد ويشرحهم. غير هي كديروا الخدمه مدوبله بحال اللي كتعاودوا الى كان يعني حاولوا تفهموا هذا الشيء اللي دارت هاد الطالبه هاد التلميذه هنايا، تحاولوا تمشيو على المنوال ديالها حيت ماش ما تكثروش عليكم قوه الكتابه. هنا نستنتج من تحليلنا لهذا النص ان اساس الهويه هو الفكر، باش طرح واحد السؤال، هل الاطروحه قيمه وهل تجد لها من مؤيد؟ يعني هذه الاطروحه هذه هنا هضرات باش دوز تهضر على القيمه، والقيمه دارتها بلون مغاير وشرحات هذه القيمه هذه ودازت للراي المؤيد لكي يؤيد لنا هذيك القيمه اللي هو رينا ديكارت، وهضرات عليه وشرحات الاطروحه ديالو وشرحات الموقف ديالو. من بعد درت واحد السؤال انتقالي باش تدخل الحدود، ولكن هل لهذه الاطروحه حدود ام انها كافيه وشافيه لحل الاشكال المطروح؟ هنا هضرات على الحدود، ومن وراء الحدود مباشره هضرات على الراي اللي كيؤيد داك الحدود اللي هو سيغموند فرويد وشرحاته. من بعد بقى التركيب، يعني كملات المناقشه ديالها التركيب، خلات واحد لاسباس، انتوما ما بقاش لها لاسباس هنا، يعني كون قادت لها الكتبه هنا يعني ما كاينش علاش تنقص الضغط، ولكن اون فوا الكتبه يعني ما بقاش لها بزاف خاصها تبين بان حنا دزنا التركيب. انا كنصحكم دائما نقصوا السطر ما بين التحليل وما بين المناقشه وما بين التركيب وما بين المقدمه مع التحليل. هنا بعد الانتهاء من تحليلنا ومناقشتنا لهذا النص يمكننا ابراز الخلاصه التاليه، اولا هضرات على الاطروحه ديال صاحب النص، ثانيا هضرات على الموقف ديال ديكارت واشنو قال غير باختصار، ثالثا هنا هضرات على الموقف ديال سيغموند فرويد واشنو قال باختصار، لان المهم فهاد التركيب هو الراي ديالكم هو التحليل ديالكم نتوما، هو التصور الاخر اللي كتجيبوه انطلاقا من داكشي يعني من اشنو كيفاش شفتو نتوما هذا الموضوع. هنا وفي رايي هنا هاد في رايي هاد في رايي ما كنحبش انكم ديروها، ما ديروش في رايي، قولوها في ظل تضارب هذه الاراء والمواقف الا يمكننا القول، وطرحوا واحد السؤال وحاولوا تجاوبوا عليه، اعطيو امثله مثلا هنا هي دارت رايي ودارت مثال عززت بواحد المثال وشرحت داك المثال شرحت منه من خلاله هذا الراي ديالها، وفي الاخير طرحت اسئله لانكم ما حدكم كتكتبوا نتوما كطرحوا الاسئله، حيت دائما الفلسفه تبحث عن جواب، دائما كاينين تساؤلات اللي دائما ما عندهاش يعني داك السؤال ما عندوش غير جواب واحد، عنده بزاف ديال الاجوبه واي واحد يمكن يهضر، والكتابه الفلسفيه راه ما خطاش، ما حدكم كتهضروا في المفهوم كتهضروا في القضيه، راه اي حاجه كتبتوها راه كتسمى صحيحه، انت كتسمى فكر خالص ديالكم، غير ما تبقاوش تدخلوا تخرجوا في الهضره، غير يكونوا كتكتبوا شي حاجه وكتبرهنوا عليها بامثله. هنا كيف كتشوفوا انها ختمات باسئله، بدات كطرح مجموعه الاسئله وكتابه صحيحه غير خاطئه. هذه منهجيه ديال النص، كيف خاصكم تكتبوا في ورقه الامتحان، كيف كاتبه هذه التلميذه، سيروا على هذا المنوال عفاكم باش كتسهلوا على داك المصحح انه يعرف كل باختي في هذيك المنهجيه، كل يعني جزء من المنهجيه فين كاين، وهو ملي كيشوف الورقه يعني كيتشرح لي صدرو حتى انه يصح ديك الورقه، ما يشوفهاش كلها زرقاء. قالت لي واحد الاخت، قال لنا واحد الاستاذ ما ديروش تولي فولكلور ولا تولي مهرجان هذيك الورقه، الورقه انا كنصحكم ديروا الالوان بحال هاد الاخت، كيف دارت هاد التلميذه هادي بحال هكا ديروا الالوان باش تسهلوا على داك المصحح تصحيح. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم.